السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالإقامة رائعة، يعني بمقاييس راقية عالمية، تقع في منطقة جنان سفاري بجنوب بير خادم بولاية الجزائر العاصمة. ونشوف أنه هذه الإقامة رائعة جميلة جدا، وكذلك يعني حتى من الداخل، يعني التصميم الداخلي يعتبر جد يعني جميل. وإن شاء الله مثل هذه الإقامات تعم كل الولايات وتكثر يعني البناء منها، باش تكون تنافسية. وكذلك شيء مهم جدا أنه لازم الأسعار تهبط، لأنه السعر ديالها المتر المربع يقارب 2.5 مليون يعني سنتيم للمتر المربع. إذن تعتبر ضعف السعر ديالها، 3 أضعاف الأسعار المتعارف عليها في هذا النوع من الإقامات. إن شاء الله تكون فيه تنافسية والأسعار تهبط، وتكون المقاييس هذه معمول بها في جميع المشاريع نتاعنا. أترككم في رعاية الله وحفظه، ونخليكم مع نهاية الفيديو. والسلام عليكم.